أسبوع كامل مر على العدوان الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي طبعا على قطاع غزة، والثمن الكبير اللي بيدفعه المدنيين، أوضاع إنسانية مؤلمة في منتهى الصعوبة. بنتكلم إنه يوم بعد يوم ولحظة بلحظة بيزيد القصف وبيزيد الشهداء. احنا وصلنا لحد دلوقتي للأسف الشديد عندنا 2269 شهيد، 9418 مصاب، من بينهم أكثر من 800 شهيد من الأطفال. كلام وتصريحات وصمت من المجتمع الغربي، يعني كل الكلام طبعا احنا قلبا وقالبا مع إسرائيل. ده اللي احنا بنسمعه من تصريحات مستفزة، تصريحات غربية في الوقت اللي مصر بتبذل فيها كل الجهود، سواء على المستوى الدبلوماسي والسياسي، على المستوى الإنساني، وضرورة فتح معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية لأهلينا في القطاع. المشهد في غزة رايح على فين؟ المجتمع الغربي والمجتمع الدولي وضرورة الاطلاع بمسؤولياته تجاه هذه القضية، زي ما بيكرر دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول، وآخرها طبعا كلامه يوم الخميس اللي فات. مشهد هنقراه مع حضرتك في حضور طبعا سيادة اللواء اللي هيساعدنا في هذا الملف، سيادة اللواء عادل عمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. مساء الخير يا سيادة اللواء. أهلا سمرة أستاذ لبنى، أهلا وسهلا بحضرتك، وربنا يعدل الأمة إن شاء الله. يا رب أمين يا رب العالمين. تقييمك لمدى خطورة الوضع إيه يا فندم؟ لا خطير جد خطير. يعني شوفي حضرتك، أنت بتستأصلي جزء أصيل من الوطن العربي بإجراءات تعسفية قمعية يعني مباشرة وواضحة في ظل مساندة ويعني وسكون من المجتمع الدولي. إن لم يكن مساندة فبالتبعية فهو سكون عن الأوضاع اللي بتجري. مقابل إيه يعني النتيجة؟ النتيجة لا في شدة، في عمل عنيف يؤدى تجاه الإخوة الفلسطينيين في القطاع، أيا كان ما ارتكب أو أيا كان ما تم تفعيله، لا يستحق أن يكون الانتقام بهذه الصورة البشعة اللي بتحاول تنهي على القطاع قلبا وقالبا وتقتل الكثير من الابرياء من المدنيين والاطفال اللي ما لهمش ذنب. يعني ان كان جزء من الدوله عمل حاجه المفترض يرد على هذا الجزء، ولكن ليس كل الدوله بالكامل او كل القطاع بالكامل من المدنيين العزل اللي ما لهمش اي يعني اي تدخل في الشان ده ولا ليهم اي باع في هذا المجال. اضافه الى الاوضاع الانسانيه بقت يعني قاسيه جدا هناك يا فندم. يعني الوقود ابتدى ينفذ من المستشفيات اللي بيشغل مكن الديزل، يعني في فتره وجيزه ممكن يعني تصاب كل المستشفيات. المشكله ان المستشفيات تبع الامم المتحده، يعني وضع شعار الامم المتحده على قمتها او على راسها، المستشفيات اللي مفترض انها بتادي خدمات انسانيه علاجيه لاخواننا واهلنا في فلسطين والقطاع، للاسف الشديد هذه يعني قد تتوقف يعني قريبا جدا نتيجه الضعف او عدم وجود طاقه. ما فيهاش كمان ادويه ولا مستلزمات. ما هو الفكره فكره الاول اللي شغل مكنه الكهرباء اللي تطلع اكسجين للمريض اللي بيتعالج ده، عايز عمليه، عايز كهرباء، اي كان الوضع، النهايه الكهرباء اساس، ثم ياتي مرحله العلاج والدواء والشاش وما شابه الاجراءات الطبيه دي اللي هي موجوده بالاطنان على المنافذ وغير مسموح بدخولها من قبل التعنت الاسرائيلي في هذا السياق ايضا. وانا شايف صلف وغباء في المشهد. طب موقف مصر الحاسم في الموضوع ده، المساعدات الانسانيه اولا، ما تقولوليش عالقين واجانب دلوقتي. ما هو ده اللي طلبوه هم، وحتى الولايات المتحده الامريكيه وكثير من الدول طلبت الرعايه الاجانب يخرجوا من القطاع وحاولوا النهارده ودخلوا عند المعبر بعد ظهر العصر اليوم يعني. تاني. حاولوا عصر اليوم ان هم يعني يقولوا ان مصر تفتح لهم المعبر، ولكن المعبر مرتبط بتقديم المساعدات اولا. وده يمكن النقطه الايجابيه اللي اعتقد ان احنا الحمد لله ربنا يعني بنضغط بيها، لان جو بايدن النهارده قال انا بنسق مع مصر. شوفي وصلنا لكده. ما هو الضغط يا فندم ده هو اللي اجبرهم ان هم يتراخوا شويه في الصلف اللي شغالين فيه. ادي جزئيه. الجزئيه الثانيه، انا شايف تعاون عربي ما شاء الله يعني كويس جدا في هذا السياق. يعني السيد الاهل الملك الاردن بيتجول في اوروبا لجذب التأييد للقضيه والموقف والايقاف اطلاق النار في المشهد. عندنا هنا وزير خارجيه تركيا وبنسق معاه، وفي بالمناسبه ميناء العريش استقبل العديد من الاردن، من الامارات، من الاردن ومن الامارات ومن تركيا وبعض الدول الاخرى اللي جت زي اضافه ان القافله المصريه كانت متحركه وفي سبيلها للوصول الى المنفذ، او يعني تعبر العريش بس وتصل الى المنفذ. يعني اللي عايز اقول ان كل المشهد جاهز ان احنا فعلا ننقذ اهلنا في القطاع، ولكن ايه اللي بيحصل ده، او ايه الصلف او التعمد في الصلف ده، مش عارف ايه السبب فيه، الا ان هم عندهم نيه مبيته
الى تطهير القطاع، وده تطهير عرقي. ايوه انا اقول لهم وارمي عليهم ورق انك انفد بحياتك واطلع وامشي. ده الترعيب والترويع والتخويف، تصفيه القضيه بالظبط للوصول للهدف الرئيسي اللي هو تصفيه القضيه. ولكن عجبني تصريح اسماعيل هنيه بصراحه اللي قال لا احنا بنسمن الدور المصري. يعني احنا فندم بغض النظر عن الشيء، احنا مستوعبين 9 مليون مضيف في ارضنا، وصلوا ل 10 دلوقتي، يعني ما عندناش مشكله ال 10 ب 12 يعني كل القطاع يشرفنا، اهلا وسهلا. بس الصراعات في الدول الثانيه دي بينهم وبين بعض، يعني بين بين الفصائل بعضها البعض، يعني بين العناصر بعضها البعض، بس في النهايه عندهم وطن، في ارض، في بلد هيرجعوا لها. يعني ان اجلا او عاجلا تتصفى النفوس وترجع العناصر دي اهلها ثاني. لكن هنا انت بتزحني خالص من المكان عشان تستولي عليه. شفنا مشاهد كثيره جدا في على مدار التاريخ، يعني حدث فيها مصايب من جراء هذا التواجد او هذا، خصوصا الاخوه في فلسطين، لان مش موضوع انقاذ حياه بالنسبه لهم، ده موضوع انهاء قضيه. امال هو جه منين حق العوده؟ بالظبط، ما هو اللي طلع ما دخلش، ما هو ولا وهو ما رجعش. ودي المصيبه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها. اتفضل. دلوقتي القضيه الفلسطينيه لها عده عناصر، مره نتكلم على القطاع لوحده، ومره نتكلم على الضفه الغربيه لوحدها، صحيح، ومره نتكلم على القدس لوحده، موضع على عودة اللاجئين لوحدهم، وكل حاجة مصنفها. فبقى بخش في مسار أو في مجال أو في قطاع من القضية بنهي إلى لا شيء. طب ما هو في الآخر بتفشل. يبقى يجب أن يتضع المجتمع الدولي بمسؤولياته في صياغة حل للقضية كاملة في إطار ثلاث مبادرات تم عرضهم وتم استعراضهم خلال الفترات اللي فاتت. مبادرة مصرية، مبادرة عربية، مبادرة فرنسية. يا سيدي أنا موافق، بلاش العربية والمصرية، قد يكون فيهم انحياز للقضية من وجهة نظرك. فعندنا فما بالنا بالقضية بالمبادرة الفرنسية وتيجي. ونرجع بالذاكرة كده شوية في يوم 5 يوم 17/5/2016 وكان الرئيس بيفتح محطة الكهرباء في أسيوط، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيفتح محطة الكهرباء في أسيوط، وعلق على فكرة إن إحنا عمل تنموية وكده، وننشد المجتمع الدولي والإخوة في إسرائيل إن هم فعلا يطلعوا بمسؤولياتهم تجاه الإخوة في فلسطين ونحل. وأحد المبادرات الثلاثة مطروحة أهي من ضمنهم المبادرة الفرنسية. كان الكلام ده 17/5، 19/5 الطيارة المصرية اللي طالعة من مطار شارل ديجول في باريس تسقط في المتوسط. أنا عايز أوضح لحضرتك إن هناك نوايا مبيتة لإنهاء القضية بأي صورة من الصور، وعدم إيجاد حل للقضية حتى في ظل التوافق العربي على فكرة بتصريحاتهم الرسمية إن مفيش حاجة اسمها دولتين، راح الأمم المتحدة خريطة إسرائيل، مفيش فلسطين، مفيش أراضي فلسطينية. ما هو مش عايز كده يا فندم، ده وصل لفكرة هو توسعي. فإزاي أحجمه بدولتين؟ أقول له أنت هنا وأنا هنا، إزاي؟ طب بقول لك إيه يا سيادة اللواء، في متفائلين بيقولوا إن المشهد ده طبعا على قدر مأساويته لكن هينتهي، ممكن يكون بحراك، ان في اسقاط لحكومه نتنياهو المتشدده المتطرفه. بس هل اسقاط الحكومه هو ده اللي هبتغيه؟ انا كعربي، لان قصدي ان حد يبقى فيه تجاوب او يسعى للسلام او يكون في مسار سياسي. الفكره يا فندم ان انا يعني الامل في الله اولا، ثم يعني اولا وثانيا وثالثا ثم باقي الجهود المبذوله في هذا السياق. انا شايف ان مصر ما فرطتش نمره واحد منذ البدايه وحتى الان، ما فرطتش قيد امه. يمكن السيد الرئيس قال ايه؟ مصر دائما وابدا في صداره الدفاع عن الامه العربيه بحكم التاريخ وقواعد الجغرافيا، قال كده الرئيس، لان هم بيصيغوا ميثاق الشرف العربي. قبل رسائل الرئيس عشان انا عايزه نقراها بالتفصيل. مش رساله بقى، انا بربطها بالجمله اللي حضرتك قلتيها. لا في كلامه كمان، لا انا عايزه بس العنوان كده، المشهد بتاع يوم الخميس. احتفاليه بنصر اكتوبر 50 سنه بتخرج الدورات. المشهد المهيب ده، ايوه، حضرتك عسكري وسياسي ورؤيه استراتيجيه، ايه اللي بيحمله المشهد ده من بين السطور؟ جيش مصري قوي رشيد، يعني قادر على ردع كل من تسول له نفس المساس بالامن القومي المصري وحمايه الانجازات بتاعت الفتره دي. ده من جهه. من جهه تانية هذا الجيش، يمكن انا هتستوقفني كلمه اتقالت من الست العميد ياسر وهبه، طبعا لا يليق ان نقلق في ظل وجود هؤلاء. صحيح. انا ما يليقش بيا ان انا عندي الشباب ده بالصوره دي واقلق كمصري او كعربي او كوطني. ليه؟ لان هم دول اصحاب النصر، هم دول الجيل المتفتح، هم دول اللي بيحتفلوا بالعيد الخمسين لنصر اكتوبر، وفي نفس الوقت بيأدوا بجسارة وبقوة وبيؤكدوا للعالم كله ان انا نمتلك قوات مسلحة قادرة على تحقيق الامن القومي المصري وتلبية متطلباته. انا اللي عايز اقول ده المشهد اللي انا قريته بالصورة اللي كانت واضحة دي.
اما اشوف شباب زي الورد كده طالعين، انا باللغه العاميه هقولها زي الورد كده ما شاء الله عليهم، ربنا يحرسهم ويحميهم، هم دول الامل بتاعي. ها، يبقى لا يليق بي ان انا اقلق، لا يليق ان نقلق فعلا في ظل وجود هذا الكلام. وده اللي استقيتها من الجمله اللي انا دي كده رساله للداخل المصري. ايوه طبعا، اطمئنان، رساله طمأنه، اطمئنوا ولا تقلقوا، فلديكم الكثير والكثير من مقومات الحياه ومن مقومات نقول ايه، التوجه الى الجمهوريه الجديده بقلوب على ارض راسخه وبخطوات ثابته. ليه؟ اللي عندكم الادوات اللي تحمي هذا الكلام. الموضوع مش من فراغ، بل بالعكس، ده خد بال حضرتك، ده عن قناعه واقتناع، عن قناعه واقتناع. من صنعوا المستحيل او من قضوا على المستحيل في او حققوا ما كان يرمى بالمستحيل في 50 سنه في 73، هم دول اللي قادرين على حمايه الدوله المصريه مدى التاريخ. يعني التاريخ فعلا، ما الجمله بتاعت حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا مرتبطه بكده. انا على مدار التاريخ دائما مساند للقضايا العربيه، وده حكم التاريخ وقراءته. وقواعد الجغرافيا بحكم ان انا في قلب الامه العربيه ومرتبط بالامه العربيه بالكامل من كل الاتجاهات، وانا مركز ثقه للامه العربيه، وهني قد يصيب الامه العربيه، ونصرتي ووقفتي هي اللي بتساند الامه العربيه، وانا الداعم الرئيسي للامه العربيه. قوه للعرب كله. ما انا بدي انا الداعم الرئيسي للامه العربيه وفي كل قضاياها، انا نمره واحد معاها، انا لم اترك القضيه الفلسطينيه قيد امولها في اي توقيت. شوفي كده حضرتك، من سوء التولى الرئيس عبد الفتاح السيسي على راس جدول اعماله في اللقاءات الداخليه، في اللقاءات الخارجيه، في تواجده في اي مكان، الرئيس عبد الفتاح السيسي على راس على راس اولوياته كده القضيه الفلسطينيه. جه ضيف على راس اولويات مناقشه القضيه الفلسطينيه. يقول لك لا سلام ولا استقرار في الشرق الاوسط الا بحل القضيه الفلسطينيه. وحضرني مشهد هنا، كان يوم 17 اكتوبر 2001. تمام. 2001، وكنا في قياده الجيش الثاني. وكان سؤال سالته الرئيس الاسبق حسني مبارك، وقلت له عن ارتباط هذه الاحداث بعدم وجود حلول شامله وعادله للقضايا الاقليميه، وخاصه مشكله الشرق الاوسط. اللي هي القضيه الفلسطينيه. اكد عليا ان هذا المشهد احنا قارين. يعني من 22 سنه واحنا قارين هذا المشهد وعارفينه، انا على مدار التاريخ عارفينه، لكن باكد لحضرتك حتى في الحقبه الاخيره اللي انا عايشها واللي انا شفتها وانا ظابط، شفت هذا الكلام، ان عدم وجود حل للقضيه سبب كل ازمات العالم. فيجب ان يطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته ليقف امام هذا المشهد اللي بينهي على القضيه. مش هينفع كده، مش هينفع نسكت، مش هينفع المجتمع الدولي يغض اذانه ولا يغض طرفه عن اللي بيحصل. لما ده لما الرئيس اتكلم في الجزئيه دي تحديدا وقال المجتمع الدولي ونسكت ازاي عن التهجير والتجويع والحصار وانه لازم يكون في تحرك جاد، مشهد برضو يوم الخميس هو رساله ثانيه للمجتمع الدولي من خلال الصوره العظيمه اللي احنا شفناها ومن خلال تصريح الرئيس في الجزئيه دي. احنا لازم نتكلم بعقلانيه. اتفضل. ان كانت العاطفه بتحكمنا في بعض الامور، يجب ان نحق بالعقل في هذه الامور. نعم. انا قلت لحضرتك انا قادر على استيعاب كل الناس. عندي قدر، بس الظروف هنا مختلفة. أنا ما أقدرش أعمل هذا الكلام لأن بقضي على قضية وأشارك فيها، وليس بدليل غير خلاف تسمين إسماعيل هنية لهذا الدور. أنا بس عايز أرجع تاني للي اتقال ده، لأن ده مش من فراغ، ده بالعكس عن قراءة الناس واعية وفاهمة. لن نترك في القطاع أبدا لأي سبب من الأسباب إسماعيل هنية وأهله الموجودين في القطاع. من حماس ومن من الفلسطينيين الشرفاء اللي موجودين هناك في هذا التوقيت، اللي بيجابوا التحديات اللي بتقابلهم والمخاطر دي بصدورهم من اجل حل القضيه الفلسطينيه. هم دول اللي فاهمين ان لو تركوا الارض هتنتهي قضيتهم. هو في مشهد بيقول احنا هنحيد عن اللي بيحصل ده، حيد بالقضيه الفلسطينيه عن مسارها الطبيعي، وبالتالي هتقع في مشاكل. الموضوع مش سهل، لان ده كده قضاء على القضيه في حد ذاتها، وده يولد صراع مستقبلي. ويمكن نتنياهو قال انا هغير الشرق الاوسط، قال واللي حملت الطائرات الامريكيه اللي جت دي، والمشاهد المختلفه بتنبئ بان في موقف خطير احنا بنعيشه. طب لو ما لملمناش الاطراف وسكنا الاوضاع وسكتناها بالظروف اللي احنا عايشين فيها دي، لا يبقى انت بتسرع على المنطقه تلتهب. في حاله سرعه احنا ما بنخافش، بس لازم نحكم العقل، ان الخسائر على الجميع. الحرب دي خسائر على الجميع، لكن لازم نفهم كده كويس، ما حدش يفرض علينا حاجة، وفي نفس الوقت لازم نحكم صوت العقل. وأنا يعني أنا سعيد جدا بالتصريح اللي ذكر الآن بتاع إسماعيل هنية ده، لأنه فعلا إحنا يعرف ويعي كيف تقدر مصر القضية الفلسطينية وكيف تسعى لحمايتها مهما كانت الأجواء اللي بتحيط بينا من كل الاتجاهات.
يعني ايه اسطول فرنسي امريكي، احنا ما سبناش حد ما كلمناهوش كدوله مصريه من خلال وزاره الخارجيه او من السيد الرئيس، والدول العربيه كلها متكاتفه ومتضامنه عشان تحل المشكله والازمه دي. يعني الموضوع مش سهل. بس امتى الحل؟ امتى التحرك؟ لما اسرائيل النهارده بتتكلم عن استعداد لاجتياح بري، وبتتكلم انها لسه حرب طويله الامد، فبالتالي هل يعني مش عارفه يعني ده هتخلص امتى؟ هتخلص ازاي؟ التحرك سياسيا هيساعد في ده، ولا اسرائيل عندها هدف من هذه العمليه؟ هل استنفذت بنك اهدافها ولا لسه في كلام؟ عايزه توصل لايه واحنا بنتكلم على تحرك سياسي؟ عايزه تصل في النهايه الى القضاء على فكره حل الدولتين. ده الهدف الرئيسي بتاعها، لان بقول لحضرتك حل الدولتين ده هيقمعها في جزء لوحده، وحلم النيل الفرات اتبخر بالنسبه لها. هيات ان يحدث ذلك، ده احلام واحلام يقظه مش ما تستوعبهاش، بس هي شيء طبيعي ان انت من حقك تحلم. حلمها هو ده، هو انها مش عايزه تحل الدولتين عشان ما تبقاش يعني منقاده او رايحه في اتجاه انها تتحجم في حته واحده. محل الدولتين هتاخد من الحته دي للحته دي، وانا فلسطين تاخد من الحته دي للحته دي. اذا انتبه، يبقى فين الاطماع على التوسعيه اللي موجوده؟ مفيش. يبقى فين احلام النيل الفرات اللي بتحلم بيه؟ الضفدع اخدها بروتوكولات حكومه صهيون؟ مفيش. يبقى هي بتسعى جاهده الى تحقيق اهداف، اهداف مرحليه للهدف الرئيسي الا وهو اسرائيل الكبرى اللي عايزه تصل اليه. اسرائيل الكبرى ياتي بايه؟ بتفريغ القضيه من محتواها، من مضمونها، نمره واحد، يبقى مفيش حاجه اسمها قضيه فلسطينيه. وشفنا في مرحله من عمر التاريخ كده فكره ايه؟ القدس عاصمه لاسرائيل. ليه؟ خد ده، بقول لحضرتك ده كله ده بايه؟ بيحيد او بيزيح المعنى الفلسطيني من المضمون. احنا في جزء كان في تل ابيب العاصمه بتاعت اسرائيل فجاه كده في 12/2017 قالوا نقل سفارات ومش 12/2017 وتحل فعلا. ووقفنا، كانت مصر لو تفتكر 16/17 كنا عضو غير دائم في مجلس الامن، وكان اخر شهر لينا. ورفعنا قضيه ضد او يعني تقرير ضد هذا الطرح الامريكي، وخدنا 14/15 في مجلس الامن، ورحنا للامم المتحده، خدنا 128 صوت لصالح الدور المصري والقرار المصري، و55 دوله ما صوتتش، و10 دول هم اللي صوتوا لصالح القضيه الفلسطينيه. نتذكر جيدا هذا الكلام. طب انت بتتكلم كل الكلام ده يا فندم، وده تحرك يعني ثابت ودائم وموقف تاريخي من الدوله المصريه، بس انا عايزه استعين بجمله لافته قالها الرئيس يوم الخميس. تفضلي. لما قال حين كانت الحرب كنا مقاتلين. ايوه. وكان السلام فكنا له مبادرين، لم نخذل امتنا العربيه ولن نخذلها ابدا. مع التحرك ده، مع هذه الرساله، لكن انت في نفس التوقيت انت بتواجه برضو بحمله شعواء وتشكيك وتهديد وتلميحات، ويمكن بتجيلك برضو من جبهات انت مش يعني ايه ما ينفعش انها تيجي منها في التوقيت ده. صح. فده برضو لاي مدى انت بتشوفه ضاغط وانت بتتحرك وبتعمل اللي عليك واكتر، يعني هو ده واجبنا ودورنا، لكن برضو بتقرا ده ازاي؟ انا قاري ده ان ده في ضغط من الجانب الاخر على لتأجيج الصراع او لدفع هذه العناصر للاتيان بمثل هذه الافعال ضد الدوله المصريه وضد توجهاتها. ما هو اديني حل حضرتك ومنطق. اللي بتضرب امريكا، اسرائيل مدعومه من امريكا وبعض الدول. اقف انا اسلط عناصري امام السفاره المصريه اللي موجوده في دوله معينه ليه؟ يا مصر مالها؟ يا مصر هي اساسا اللي بتدعم. طب انت اعمل تجمرات تجديد قدام اللي بيضربك مش قدام اللي بيساندك. عشان تعرف المنهجيه بتاعت الموضوع، ان ازاي هم راصدين ودافعين وداعمين بعض العناصر الموتوره والمؤثر عليها لتنفيذ مثل هذه الاعمال للضغط على الدوله المصريه. لكن انا عايز اقول لحضرتك الدوله المصريه هي في ثوابت عندها، ما بتشتغلش لا بعاطفه ولا بعشوائيه، بل بالعكس في ثوابت سياستها الخارجيه، وبتنطلق من منطلق ثوابت السياسه الخارجيه وتصريحاتها. قالت انا عملت ايه؟ لازم نبرز التجاوزات الاسرائيليه. نمرة واحد، لازم نكثف الاتصالات مع دول العالم. لازم نظهر حجم المساعدات على مدار التاريخ بالنسبة للدول المصرية في تسدد القضية الفلسطينية. الموضوع مش وليد النهاردة. ما تجيش النهاردة تعمل عمل وتقول لي أنا اللي عملت. أنت بالمقارنة بجمهورية مصر العربية، مصر أكثر دولة قدمت تضحيات. يعني أنت لما بتتهاجم دلوقتي هو الهدف منه تحييدك. أو بمعنى صح كراهيتك. إنك تكره القضية أو تكره الدعم أو تكره الموضوع. يعني عايز يخرجني من دائرة التفاوض ومن دائرة العمل اللي نقول ايه القومي اللي انا مجبر عليه، انا ده مجبر عليه. ده من جهه عمل قومي، وفي نفس الوقت ده القضيه الفلسطينيه دي امن قومي بالنسبه لي. طبعا ده جار مباشر وبالتبعيه انا مسؤول منها وهي مسؤوله مني، فما اقدرش احيد عنها وما اقدرش افرط فيها. يعني القضيه الفلسطينيه انا لن اتركها قط،
لانها دي ايه؟ امن قومي مباشر بالنسبه لي. العوار اللي يحدث في دوله فلسطين هينعكس بالسلب على الدوله المصريه اجلا او عاجلا، فبالتالي انا مدرك لهذه الحقيقه وبالتالي بتعامل من خلالها. انا ما بسيبش الموضوع على عجل. طب خلينا بعد الفاصل نناقش، وحضرتك اشار طبعا لجيراننا اشقائنا الفلسطينيين، لكن دول الجوار وعلاقه ده بالامن القومي المصري وعلاقه ده بالداخل المصري ومدى الوعي بخطوره والتهديدات المحيطه بيك، ده نرجع له بعد الفاصل مع سياده اللواء عادل عمده، مستمرين مع حضراتكم. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية، وبجدد تحياتي طبعا لسيادة اللواء عادل عمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. برحب بحضرتك معنا مرة تانية يا فندم. كنا الله يخليك وقفنا عند الأمن القومي العربي وبروابط الدم والتاريخ والجغرافيا، العلاقات طبعا اللي تجمعنا بأشقائنا في فلسطين. بس اسمح لنا سيادة اللواء قبل ما نناقش الجزئية دي نطمن على الأوضاع اللي بيعيشها سكان القطاع، سكان غزة، واللي بيحصل معاهم والأوضاع المأساوية اللي بكل تأكيد يعني مش محتاجة وصف، الصور والأخبار يعني كفيلة بده. بس معانا أستاذ محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة. أهلا بيك يا أستاذ محمود. أستاذ محمود أهلا بيك. أهلا بيك. يعني قول لنا ايه اخر التطورات، خاصة كمان الحديث عن مسألة يعني التوجه جنوبا، وده اللي بيثير مخاوف بالنسبة للمدنيين وتحركهم وهيروحوا فين، والأوضاع بشكل عام يعني اللي بكل تأكيد في غاية المأساوية. فقول لنا ايه اللي بيحصل في الوقت الحالي أستاذ محمود؟ وفي الحقيقة ما زال يعني الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة القتل داخل قطاع غزة، ولا زالت هناك يعني عمليات استهداف لمنازل المواطنين حتى هذه اللحظه. طواقم الدفاع المدني لا زالت تعمل في الميدان ومتواجده في الميدان رغم قله الامكانيات ورغم قله المعدات المتواجده في ايدي الطواقم. حتى هذه اللحظه يعني قرابه نصف مليون مواطن تم تهجيرهم من مناطق الشمال الى مناطق الجنوب. طبعا هذا يعني العمليات النزوح التي ازاي بيتحركوا يعني برضه اوصف لنا صعوبه الوضع في مساله انك امشي من مكانك خوفا على حياتك، لكن اي مصير ينتظرهم. لكن الحقيقه الاحتلال يعني اي انسان متحرك في قطاع غزه يتم استهدافه وقتله. وطبعا هو وجه اكثر من رساله الى المواطنين في القطاع في المناطق الشماليه الى ضروره اخلاء منازلهم. يعني نحن نتحدث تقريبا عن مليون مواطن في هذه المنطقه التي يعني يريد الاحتلال من المواطنين الخروج منها، وبالتالي يعني عمليه نزوح كبيره جدا. هناك يعني عدد من المواطنين خرج ونزح نتيجه الخوف ونتيجه يعني النيران التي تسقط على رؤوس المواطنين، وهناك ايضا من هم يعني ثابتون حتى هذه اللحظه داخل منازلهم، وهذا طبعا يعني على يعني على لسان المواطن الغزي يقول لن نكرر هجره ال 48 التي قام فيها الاحتلال الاسرائيلي. ولذلك يعني هذا اللي هو في الحالتين الخطر موجود، البقاء في البيت او التهجير او مصير مجهول، فالخطر في الناحيتين قائم ولا شك على الجهتين هناك خطر. لكن يعني في النهايه الاحتلال حتى لما خرج المواطنون من مكان يعني سكنهم او من المناطق التي هددهم فيها الاحتلال الاسرائيلي كان هناك استهدافات على الخط الرئيسي، استهدافات ليهم وهم في ماشيين يعني اثناء سيرهم جنوبا. يلا معي. يعني حتى الممرات الامنه غير امنه. استاذ محمود. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا. ده خداع تاني برضو. ما هو قال لك انا هودي، انا كان في انا هوديهم في الحته دي وبعد كده هضرب، وبعد كده اقول لهم طب ارجعوا هضرب في الحته دي، اللي هو انت بتحاصر بتودي يمين وشمال وتضرب يعني برضو ده ايه الخطه دي؟ فندم ترويع كامل لازاحه او لتفريغ القضيه من مضمونها بازاحه القطاع واستهدافهم في كل الاحوال. ما في كل هو عايز يخلص منهم، ما عايز يخلص منهم عشان تنتهي القضيه. هو اللي واقف نزناز بالنسبه له في القصه دي هو الجزء ده، لما يخلص منه خالص يبقى الموضوع بالنسبه له ابتدى من السهوله بمكان، يخلص منه ازاي ما تفرقش معاه. يزيحوا هنا يزيحوا هنا يزيحوا هنا ينتهي يقضي عليه. يا فندم ده بيضربوا الطلقات الناريه
على بعشوائيه على الاماكن اللي فيها اطفال فيها نساء، بتقولي حضرتك 800 طفل بدون اي ذنب يستشهدوا. وبالاضافه استهداف الطواقم الطبيه، في اطباء ومسعفين اللي رايحين حتى من اي دوله ومن اي جهه رايحين يرفعوا، دول اعداد كبيره منهم يعني استشهدوا. عندنا صحفيين، احنا كنا اعداد ايه يعني مثلا الضعف، امبارح كانت 11 48 واكتر، يعني انا بتكلم على فانا بتكلم انه انت مش عايز حد ينقذ ومش عايز شاهد عيان ينقل العالم كله، انت بتعمل ايه؟ اولا معلوم جدا ان هذه العناصر عناصر يعني نقول تتميز بنقول بالغباء السياسي وبالصلف وبالجلف وايضا بان هي ما عندهاش معايير انسانيه. يمكن عشان كده يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناشد هذه العناصر بتفعيل القانون الدولي الانساني. احنا في عندنا يعني المفترض ان احنا بنشتغل وفق ضوابط مجتمعيه دوليه عشان اللي يحيد عنها يحاسب ويعاقب او على الاقل يلام. يبقى في حد عنصر لغايه دلوقتي ما فيش جهه وقفت قالت اسرائيل زي ما انت عملتي. يعني دايما الطرح يقول ايه قتلانا وموتاهم، ايه يعني ماتوا كده بخ من غير اي حاجه ولا من نتيجه صلفك وغرورك وضربك ليهم باقصى طاقه وبعنف شديد؟ ده اللي كانت نتيجته كده. بس في دول دلوقتي بدات تستشعر الحرك شويه، يعني بدات تتكلم باستحياء عن جانب الفلسطيني. انا مش عايز يتكلم باستحياء يا فندم، الظروف لا تليق لا تليق بالاستحياء. لازم يكون موقف قوي وحاسم، لازم يكون موقف حاسم وراسخ عشان انا دلوقتي في حل ان انا اقول ان الكلام ده كلام واضح وصريح. صحيح. في صحيح. تجاوز بكل المقاييس على الاعراف والدوليه والقوانين، في تجاوز ضد الانسانيه وضد حقوق الانسان، في تجاوز ضد المنطق، في تجاوز ضد العقل، في تجاوز ضد الرحمه، كل الاديان بتجرب مثل هذا الذي يحدث. فبالتالي لازم نكون عندنا قناعه بكده، وفي نفس الوقت المجتمع الدولي تاني اناشد كل المعنيين والمسؤولين في العالم كله انه يرصدوا هذا الكلام، وفي نفس الوقت اوجهوا عقوبات ووجهوا لهم كشديد للعناصر الاسرائيليه واجبروا على التوقف، لان لو لم تتوقف المنطقه كلها تشتعل. المنطقه كلها تشتعل، احنا يعني فاضل كيل، فاضل كيل فعلا. النتائج بقت وخيمه. على ابوابك خطر كبير، وفي حدودك شرق وغرب وجنوب أزمات ودول للأسف الشديد نتمنى ليها كل السلامة. رسالة الرئيس يوم الخميس للمواطن المصري بالوعي إنك وتخلي بالك من الأخطار دي ومن التهديدات دي ومن اللي بيستهدفك من الداخل. إحنا جيشنا قوي وقادر على حماية حدودك، لكن الداخل نفسه عليه مسؤولية كبيرة. الرئيس قال الأمم تصمد بشعبها وقادتها وعلينا الانتباه للتحديات الحالية بالمنطقة فلا تفتنوا. أيوه. كان في بعض الناس بتطلع بكلام معسول كده في ظل الظروف دي وبتستغله في يعني نقول ايه اسراء العمل بتاعها او في تظهير في اظهار الصوره. انت هتعمل ايه؟ انت ايه حدودك؟ ايه سقف معلوماتك؟ ده مفهوم الدوله في حد ذاته تطلب سنوات لانك تعرف يعني ايه دوله؟ يعني ايه تعرف ده من جهه ثانيه يعني تعرف يعني ايه امن قومي؟ المفهوم مش بسيط يا فندم، ده لازم يكون متخصص وقارئ جيد ومدرك تماما لهذا الموضوع وخريج العناصر او الكليات المؤهله لهذا الكلام. يعني كبار رجال الدوله اللي بيشغلوا المناصب العليا في الدوله دول بيخرجوا من مكان لازم تؤهل فيه عشان تدير وتقدر تحكم، ما كنتش هتؤهل فيه ثق تماما ما عندكش المعلومات، ابسط المعلومات عن امن القوم. نعم. ابسط المعلومات عن مفهوم الدوله، ازاي تدير دوله، ده موضوع كبير جدا. اللي انا شايفه النهارده لما يكون عندي كل التحديات اللي بتقابلني من كل الاتجاهات دي وفي نفس الوقت انا شغال وبشتغل، ويمكن شفت حضرتك في خلال النشره اللي تم استعراضها في الفاصل لقاء السيد الرئيس مع رئيس الهيئه الهندسيه ومتابعته على حجم المشروعات اللي بتتم، وفي نفس الوقت لقاءاته الخارجيه مع تركيا ومع اريتريا ومع مع 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 المناديب او الوزراء الخارجيه او المسؤولين في دولهم دول عشان يجوا يستعرضوا الموقف، ومتابعه كامله حسيسه لكل اتجاهات السيد رئيس الوزراء والوقوف على الاسباب اللي بتن منها الشعب المصري دلوقتي في اطار الاسعار وما شابه وتخفيف عن سلع معينه. يعني عايز اقول ايه؟ في ظل هذا الزخم وهذه التحديات اللي محيطه بيك من كل الاتجاهات والتهديدات اللي محيطه بيك من كل الاتجاهات الاستراتيجيه، ده شمالا في اطار غزه المتوسط والثروات، غربا في اتجاه ليبيا والتحديات اللي جايه منها، جنوبا في اتجاه السودان اللي جايه منها، شرقا في اتجاه او الشمال الشرقي في اتجاه القطاع والتوتر اللي داير اللي قد يودي بالمنطقه بالكامل ويؤديها بها الى مسار ثاني مختلف عما ننهجه وما ننشده، في ظل هذه الظروف ايضا وفي ظل عندك التزام سياسي داخل عليه. لا انا كنت اقول لحضرتك التوقيت برضو لافت للنظر ولازم المواطن يقراه. اشمعنى دي وانت داخل على انتخابات رئاسه؟ طب دي بس وعندك ازمه اقتصاديه. طب
طب وفي مشروعات في سيناء بتتم، ومشروعات في طبعا المشروع طبعا بتاع انت الطريق بتاع طابا العريش، ايوه الموالي اللي هناك والطريق ده الطريق اللي السكه الحديد اللي بتمشي هناك ده. وفي 6 اكتوبر عبرت القناه بطريق بمعبر من عند الفرقان، فانت جاي تنمي سيناء دلوقتي وتعمرها بالبشر، فبالتالي كل ده الظروف دي بتوجب عليه هو كمان ان هو ايه اتحرك. يعمل اجراءات. ما لازم نقرا المشهد. احنا مستهدفين من ضمن السياق ده، مصر مستهدفه، لازم نفهم كده كويس ليه، لانها مصر ماشيه في طريقها، فبالتالي الذين لا ينتهون لنا الخير يعبسونا بمخدراتنا، بيدعموا بعض التوجهات، بيثيروا بعض المشاكل، بيفعلوا بعض الازمات. حدود البريه كلها ملتهبه، حدود البريه كلها على مستوى في دوله حدودها البريه بالكامل ملتهبه، وبتفتح مشروعات وبتعقيم احتفالات. ده لازم يعني ده بقول لحضرتك عشان تعرفي ان احنا على عهد مضون وثابتين، وعندنا يعني اسس، والشعب متحمل، والشعب قادر، والشعب واعي وفاهم اللي بيحصل ده ليه. ما معركه وعي اللي بنعيشها، فلازم ما كانش واعي وفاهم وعنده القناعه الكامله انه يساند قيادته السياسيه الواعيه الفاهمه، ما كانش واقف معاها. وعندك على السوشيال ميديا وعندك الاصوات اللي الحروب كلها من كل الاتجاهات. ده اللي ما تلاقوهوش في الاعلام وفي الوسائل المختلفه، هتلاقيه على السوشيال ميديا في صوره كتايب بترص كده معلومات مكذوبه ومغلوطه، وتشويه للرموز وتشويه للشكل في اطار ما يسمى بالجيل الرابع من الحروب. ما هي دي المنهجيه، لن ندخل في صراع مسلح مع مصر مره اخرى، ولكن سوف نجعل منها شعبا لا يستطيع حمل السلاح من خلال غزو الفكر والثقافي وتشكيل الوجدان على ثوابت مختلفه غير الثوابت بتاعتنا، ثوابت غلط متجهه ناحيتهم، هم اللي بيدروها، هم عارفين شكلها ايه ويبتدوا يرسخوا لها. يعني احنا كنا نعرف حاجه عن المثليه الجنسيه، كنا نعرف حاجه عن البغاء، كنا نعرف حاجه عن بعض التطور التكنولوجي المصاحب لبعض الادوات والاليات اللي ممكن تنتج تستقطب العقول وتستغلها وتشوهها من السوشيال ميديا ومن وين ومن وين بعض الالعاب اللي الجيمز اللي بتشتغل. اللي عايز اقوله دي منهجيه بتدور على مصر، لازم نفهمها ونعيها. الكلام ده مش من فراغ، الكلام ده لان مصر قدرت تتحدى التحدي وتقابل بلا وتحتفل بالعيد الخمسين لنصر اكتوبر، وتخرج دفعات من ابنائها اللي يلبوا متطلبات الامن القومي، وفي نفس الوقت ماضيه في طريقها في طريق التنميه للوصول الى ال 17 بند بتوع التنميه المستدامه ربطا بالامم المتحده 2030، حتى هدف استراتيجي وشغاله لتحقيقه. طب ليه ما يكعبلنيش؟ ليه ما يحطليش مشاكل طول ما انا ماشي؟ ويستغل التوقيت وياخد الفتره. ركزي كده حضرتك، منذ اغتيال السادات رحمه الله عليه في 6 اكتوبر 73، 6 اكتوبر 81، شوفي حضرتك 6 اكتوبر 6 اكتوبر لحظه كده الاحداث الموجعه للشعب المصري دايما تتواكب مع الافراح والاحتفالات والاعياد القوميه والمناسبات. قطر الصعيد في العيد هم مسافرين يولع في القطر يموت 300 واحد، ادي القصه يعني، فاهم قصدي حضرتك؟ بيتخير توقيتات معينه فيها مناسبات سعيده او اعياد قوميه او اعياد دينيه او مناسبات عشان يعمل لي فيها مشكله توجعني، فبالتالي ما بقاش فرحان او بمعنى صح يسود لي اللحظه اللي انا عايشها بفرحه وقلق. لازم نوعك كده، نعرف ان هم بيصطادونا وبيتصيدونا في او بيحاولوا يعملوا مشاكل في الافراح بتاعتنا عشان يبوظوا فرحتنا او ما يخلوناش نستمتع بيها على مدار التاريخ، لان احنا عندنا تاريخ هم ما عندهمش. طبعا انا وانا حضرتك بتتكلم عن الاحتفاليه والعرض العسكري وبتقرا برضو ان الحملات والتشييك ده كان مستمر وقت ما حدثنا جيشنا وجبنا الطيارات طبعا ليه؟ ايوه ليه؟ والفلوس دي ليه؟ انا لما شفتها في الاحتفاليه دي ليه؟ واجب ليه؟ انت وشرق المتوسط والخط الاحمر بتاع ليبيا ودلوقتي انت محمد انفذ ده ازاي؟ بايه؟ ليه وانا قاعد هنا؟ ولا لازم يكون عندي الدراع الطوله اللي تصل للمكان ده وتامنه؟ ودلوقتي شايفين روسيا من ناحيه والغرب من ناحيه ثانيه وتحالفات وتهديدات، والصين بترد على امريكا وامريكا بترد على الصين. انت في قلب المشهد ده وقادر انك تعمل توازن، انت وانت بتحدث التسليح بتاعك عملت برضو نوعت. ايوه بالظبط، ما وقفتش على حد عشان في علاقات سياسيه حد. يعني الفكره ان انا ما اعملش ما يبقاش صباعي تحت ضرس حد. نوعت مصادر السلاح بتاعتي في هذا الاتجاه، ده من جزء. يعني تنوع مصادر السلاح، التدريبات المشتركه. أيوه. اللي بتدرب فيها بتدرب مع مين؟ مع كبريات الدول كلها. يعني انا لما يجي عند 34 دوله في النجم الساطع اللي فات اللي بدا 31/9 31/8 خلص 14/9 لمده 15 يوم، 34 دوله 19 و 14 تمام او 15 19 و 15 دولة، ال 15 دول مراقبين و 19 بقوات. تمام. عدد القوات ده اللي جه عندي 8000 مقاتل دول
اكل وشرب وراحه وفسح وتدريب واسلحه مرتبطه بيهم وميادين تدريب للتدريب بتاعهم، كل الكلام ده مش من فراغ، الكلام ده لما يجي لي هنا ويتواجد معايا واقدر ادربه واقدر استوعبه، وترتيب توقيتات التدريب نفسها بالنسبه لهم، لان كل واحد له مدرسه مختلفه وعايز نموذج معين وعايز ميدان رمايه معين عشان يتدرب، وجاي يتدرب وينافس معايا. لو قلنا في سطر مسؤوليه المواطن المصري في الوقت الحالي وهو بيبص وبيتابع وبيشوف كلام وبيشوف اخبار ممكن تكون مغلوطه وحاجات بتستهدفه بتستهدف جبهته او بلده، احنا نعمل ايه؟ علينا ايه؟ اعمل عقلك، فكر كويس. انت مستهدف، فكر قبل ما تشير، قبل ما تبعت اي حاجه اتاكد تماما انك انت جايبها من مصدر موثوق منه، عارف الموضوع، وفي نفس الوقت حاول تلبس الكمامه شويه على ودنك عشان تفلتر اللي داخل. مصر تفضل قوية وعظيمة ومتماسكة قيادتها وشعبها وبحفظ ربنا لينا وبعدنا بإذن الله تعالى إن شاء الله. أنا بشكرك يا سيادة اللواء، شرفتنا ونورتنا. بشكر حضرتك سيادة اللواء عادل عمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، شكرا جزيلا.